ايش الفرق بين رمضان الاول ورمضان دحين؟ كنت تصوم زينا؟ طبعا يا ولدي، كنا نصوم ونفطر ونصلي زي دحين. تمام، كنا قبل رمضان بيومين ثلاثة نجتمع في المركز، كل رجال الحارة كانوا يتعاونوا مع بعض، كنا ننظف الحارة ونزينها ونعلق التيازير والفوانيس على مدخل الحارة، الكل فرحان ويباركوا ويهنوا بعض كأنه عندنا فرح. يا ولدي يمكن تغيرت طريقتنا في استقبال رمضان وفرحتنا به، بس ما زلنا ننتظر قدومه ونهنئ بعضنا به. فعلا لكل زمن فوانيسه.